بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قصه حديث قصه حديثنا اليوم هي قوله عليه الصلاه والسلام ان الرضاعه تحرب ما يحرب من الولاده وهذا الحديث وهو في الصحيح عن سيد عائشه رضي الله عنها عنده قصه كانت سيده عائشه مع النبي عليه الصلاه والسلام فسمعت صوتا في حجرة السيدة حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بيت وكان فيه حجرات كما نقول احنا اليوم غرف فكان هو في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وسمع فلان يستأذن في حجرة السيدة حفصة رضي الله عنها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها متعجبة إني أسمع رجلا يستأذن في بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو كان صوت واحد ويطبطب في بيت سيدة حفصة بيت النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أراه فلان عم حفصة من الرضاعة آه قالها ما يكون غير فلان فلان هذاك هو عمها من الرضاعة وش معناتها عمها من الرضاعة؟ معنتها حفصه أه لما رضعت من امراه هذيك المراه تعتبر امها من الرضاعه وزوج هذيك المراه هو باباها من الرضاعه وخو هذاك الزوج واش يعتبر؟ يعتبر عمها من الرضاعه هذه هي فقال اراه فلان عم حفصه من الرضاعه فقالت السيده عائشه رضي الله عنها إيه لو كان فلان موجود يستأذن علي يدخل علي لعمها من الرضاعة آه له فلان دخل لأنه عمها من الرضاعة له أنا ذلك أنا أيضا عندي واحد عمي من الرضاعة لو كان راهو عايش وموجود يجي يقدر يدخل علي في الدار واش قالها النبي عليه الصلاة والسلام قالها إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة أي نعم كما عمك اللي هو من جدك من نسب تاعك هو من المحارم تاعك يحرم عليك أبد الأبد أن تتزوجي به ويدخل بيتك ولو في غياب زوجك يقدر يدخل كما يدخل خوك كما يدخل وليدك لأنه هذو من المحارم قال كذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة يعني من النسب كما الإنسان عنده باباه وعنده خوه وعنده أولاد من النسب والولادة عنده خاوت من الرضاعة عنده عمومه من الرضاعة عنده أولاده من الرضاعة الرضاعة هذه جعلها الله تبارك وتعالى لها أحكام فهي تحرم ما يحرم من النسب كما هذك من المحارم حرام على الإنسان أن يتزوج بهم بنته ويمه واخته وعمته وخالته كذلك بنت من الرضاعة من الرضاعة عمته من الرضاعة هذا كذلك يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب الإنسان اللي يرضع من امرأة يولي عضو من تلك الأسرة يولي وليدها وولادها يوليو وخاوته وزوجها يولي باباه وهكذا بصح هو اللي يدخل فقط خاوته الأخرين ما يدخلوش لهذاك العائلة الجديدة هذيك والعلماء اليوم اللي بحثوا في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة وجدوا ان هذا اللبن آه تاع الارضاع هذا يؤثر في جسم الانسان كما ربي سبحانه لحكمه حرم على الرجل باش يتزوج بخته ولا بيمه ولا بخالته اعوذ بالله هذا حرام لحكمه وهذا يؤثر حتى من الناحيه الطبيه تكون تشوهات وتكون اشياء قال لك كذلك ثبت هذا طبيا ان الانسان اذا رضع من امراه ف ينتقل بالرضاعة ما كان موجودا بالنسب كما هذا حرمهم لحكمة هذا كذلك فيها حكمة كي محرمة ولا شك الإنسان إذا بحث راح يزيد يصيب اه أمور أكثر وأكثر حبيت ننبه على هذه القصة هذه من أحكام الرضاعة إلى أن الإنسان كما يدير قيمة ليماه لولداته وراجلها اللي هو بابه يدير قيمة كذلك يمهل لرضاعته واخته من الرضاعه وباباه من الرضاعه هذو ايضا عندهم حكمه للاسف الشديد كبرنا وعشنا وشفنا ناس يحشم يخرج الطريق لباباه ويمه بصح يمه اللي كانه لا وجود لها بل ربما يعتدي عليها بل ربما يروح يجريها في المحاكم ويجرب به من الرضاعه في المحاكم يا ناس هذا الامر لا ينبغي هو حرام وعيب ان الانسان يسيء الادب ولا يكون بارا بوالديه برحيمه وكذلك بالرحم الجديده اللي تكون من الرضاعه فاذا هذه بعض احكام ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرضاعه تحرم ما يحرم من الولاده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله